مساء الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعي برنامج الكرة والجماهير في كل مكان. معاكم النهارده وحلقه متجدده، وعندنا اخبار الدوري الممتاز، وهنتكلم عن كل ما يدور عن الرياضه المصريه. قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، بنرحب بضيوفنا الجمال اللي على المستوى الشخصي انا بحبهم جدا، لان الاخلاق والاحترام كانوا لعيبه جمال جدا. بنرحب بالكابتن حسام عبد المنعم نجم نادي الزمالك، منورنا يا كابتن حسام. وجودك ربنا يخليك يا كابتن احمد، ومشكر على المقدمه الجميله دي، ومش عايز احرق بقى النجم الثاني بقى. حبيبي يا نجم. معانا برضو نجم خلوق ما يتخيرش عن الكابتن حسام، الكابتن عبد الحميد شبانه نجم النادي الاهلي، منورنا يا كابتن عبد الحميد. مبروك يا استاذ احمد، ومبسوط ان انا معاك حضرتك، يعني شخصيه محترمه جدا وبرنامج محترم، ومعاك كابتن حسام طبعا شخصية محترمة، وشرفت بمعرفته يعني. ربنا يخليك كابتني، ومن اللعيبة الكبار اللي كانوا في الدوري المصري. ربنا يخليك يا عم. اعزائي المشاهدين، مهاري برضه يعني. اه طبعا، اه مهاري. لا حاجة جميلة يعني. اتعلم منها جد. ربنا يوفقك ان شاء الله. ضيوفنا الجمال النهارده ان شاء الله حلقة تعجبكم. نبدأ النهارده بسؤال الحلقة النهارده، متى آخر مرة فاز النادي الأهلي بخماسية في الدوري العام قبل مباراة أسوان اليوم؟ مستنين مشاركاتكم ومداخلاتكم على الرقم اللي هيظهر حالا على الشاشة. عندنا النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في الدوري الممتاز، عندنا فقرة الأخبار وما يدور في كواليس الرياضة المصرية. بس برضو يعني مفروض قبل ما نبدأ في أحداثنا، بنعزي طبعا يا كابتن حسام وكابتن عبد الحميد والد الكابتن سيد معوض، مدرب منتخب مصر ولاعب في النادي الأهلي الذي وفاته المنية أمس. وكمان برضو بنشاطر الأحزان للكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. نروح لأولى فقراتنا النهاردة. الأهلي يقطف زهرة الجنوب 5 مرات ويعتلي قمة الدوري من قلب أسوان. وصل فريق الأهلي ثورة الانتصارات وحقق فوزا كبيرا على مضيف أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد أسوان. تعليق سريع يا كابتن حسام على النتيجة. نتيجة طبعا تقيلة ومتوقعة، لأنه الأهلي المباراة اللي قبلها أعتقد أن كسبان برضو 4. أيوة، وكانت النتيجة تقيلة على الانتاج الحربي بالأخص، لأن الانتاج الحربي كابتن مختار أعتقد أن مدربين الخبرات في الدوري المصري طبعاً. خساره 4، النهارده بيكسب برضه 5، فده مكسب كبير قوي معنوي كمباراه القمه. اكيد طبعا. يعني مكسب كبير قوي طبعا. عندنا برضه خبر من الاسماعيليه، الاسماعيلي يقتنص فوزا صعبا من وادي دجله. نجح الفريق الاول بنادي الاسماعيلي في تحقيق فوز صعب على وادي دجله بهدف نظيف، سجل هدف اللقاء شيلونجو في الدقيقة 70 مستغلا عرضية محمد حمدي زكي الأرضية المتقنة ليضعها في الشباك الخالية. ايه رأيك يا كابتن عبد الحميد في الخبر؟ لا، الإسماعيلي بصراحة مكانه ما يسمحش ان هو لازم ينافس وسط الأربع كبار. تمام. بعد الماتش اللي فات الأخير على ملعبه، يعني خسارة من المصري 3-1. ما كانش يتليه باسم الإسماعيلي يعني. فالنهاردة يعني تصحيح مسار في الدوري، لأنه الكرة الجميلة بقى وبرازيل طبعا مصر، بنحب إن الإسماعيلي يبقى فايق. أكيد طبعا، بيدي حلوة، بيدي حلاوة كده الدوري المصري، ويعني وفي بداية الدوري كمان الإسماعيلي بيتعثر على طول. فإن شاء الله بإذن الله يبقى الموسم ده بداية خير للنادي الإسماعيلي. نروح لذئاب الجبل والمقاولون العرب، يهزم الإنتاج الحربي بهدف في اللحظات الأخيرة. خطف فريق المقاولون العرب 3 نقاط غالية من نظيره الإنتاج الحربي بعدما استطاع الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام الدولي. أحرز الهدف الكابتن محمد سالم. ليك تعليق يا كابتن حسام قبل ما ننقل؟ المكسب جميل طبعا لعماد النحاس، وإضافة حلوة. أعتقد أن المباراة الأولانية كان فيها تعادل. تمام. النهاردة بياخد مكسب، والإنتاج نتيجة برضو سلبية على التوالي بعد هزيمة الأهلي. بعد هزيمة الأهلي بالظبط. وحاجة عودة جميلة بالنسبة لعماد النحاس والمقاولون العرب. عماد عامل طفرة جميلة بسم الله ما شاء الله من الموسم اللي فات وحتى الموسم دوت. أيوة. اعتقد ان المدرب لما بيبقى موجود في من نهايه موسم لبدايه موسم وفي استمراريه، اعتقد انه بيبقى في ايجابيه يعني. تمام. فمبروك طبعا المقاولين وعماد النحاس. سيدي البلد، نروح لسيدي البلد. نادي الاتحاد السكندري يفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجوله 3 من الدوري الممتاز،
احرز الهدف الكابتن محمود رزق. طبعا سيد البلد ده له معزه خاصه عند جماهير الرياضه في مصر كلها. تقول ايه يا كابتن عبد الحميد وتبارك لنادي الاتحاد؟ اقول طبعا مبروك لنادي الاتحاد، يعني من الانديه الشعبيه، الواحد بيتمنى طبعا ان معظم الانديه تبقى شعبيه، فنادي الاتحاد ان شاء الله يبقى الموسم ده مع كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب محترم لنادي الاتحاد. طبعا يعني ده تاني فوز، فان شاء الله باذن الله يبقى نشوف الانديه الشعبيه يبقى ليها دور مؤثر في يعني في الاوائل في الدوري ان شاء الله. يعني الله من الانديه اللي هي يعني كل جماهير مصر بتحب طبعا ممتعه، واسكندريه يعني سيدي البلد وله شعبيه يعني كبيره قوي في اسكندريه يا كابتن اكيد طبعا، في مصر كلها يعني. طبعا عايز اضيف حاجه كابتن احمد، ان الهدف الثاني لمحمود رزق المدافع، يعني مدافع بما ان مدافع فانا بتكلم عن مدافعين مش هشيل بيهم. كابتن احمد هو بايه بيروح القلب بيحن شويه اكيد هو القلب بيحس بيهم. يعني النهارده الهدف الثاني لمحمود رزق، يعني اغلب الاهداف اللي هتلاقيها في الدوري اغلبها كرات ثابته، وغالبا اهداف مؤثره جدا، اهداف المدافعين بيبقى لها مذاق خاص يا كابتن. عشان كده انا بجد بيحن شويه ده هدف تاني كمان لمحمود رزق، كسب نادي الاتحاد المباراه اللي فاتت 3 بونت وكسبه النهارده. انا لعبت الاثنين، يعني يمكن انا مش عارف اقول ايه، بس الاتحاد 5 سنين والمصري سنتين. الاتحاد كم سنه يا كابتن؟ 5 سنين ما شاء الله. كنت موجود كمان في المقويه، يعني يمكن الحاج محمد مصلح يعني رئيس النادي يعني بعت الترقيه ان انا لازم اكون موجود في حد محترم المقويه الحاج محمد مصلح، وانا الحمد لله فضل ربنا يعني وقعدت في المصري سنتين فقلبي مش عارف يروح فين، بس يعني الاتحاد كابتن طلعت يوسف قيمه وقامه في الدوري المصري طبعا. كابتن ايهاب جلال برضو حاجه مشرفه جدا، انما برضو النهارده بدلك كابتن ايهاب المصري كابتن ايهاب جلال، ومبروك لكابتن طلعت يوسف ونادي الاتحاد. ان شاء الله غدا نادي الزمالك مع نادي مصر في استاد السلام بدلا من بيتروسبورت، تقرر نقل مباراه الزمالك واف سي مصر المقرر اقامتها في الثامنة من مساء الحد 6 اكتوبر ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز الى استاد السلام بدلا من استاد بيتروسبورت. قائمة منتخب مصر 23 لاعب تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني، وتم استبعاد الكابتن محمد صلاح للراحة بسبب ضغط المباريات على اللاعب في الدوري الانجليزي. نروح برضو نرجع تاني نادي الاتحاد السكندري يواجه المحرق البحريني في ثمن نهائي البطولة العربية، كل التوفيق لنادي الاتحاد زعيم الصغر وسيد البلد. نادي طلائع الجيش يحتفل بانضمام محمد بسام للفراعنة، احتفل فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو بانضمام محمد بسام حارس المرمى لأول مرة بصفوف منتخب مصر، وذلك قبل المران الختامي لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد. وبكده نكون انتهينا من أخبارنا على الساحة الرياضية، ونروح لضيوفنا بقى الكرام عشان نتكلم عن النادي الأهلي وعن نادي الزمالك وآخر مستجدات الفريقين. نبدأ بقى بالكابتن حسام عبد المنعم. كابتن حميد طبعا كابتن حسام كبيرة طبعا، كلنا شفنا مباراة النهاردة وفوز النادي الأهلي الفوز الكبير 5-1 على أسوان في عقر داره في أسوان. إيه رأيك يا كابتن في المباراة النهاردة؟ بص، هو الأهلي على التوالي واضح إن هو مركز جدا في البطولة تمام. على التوالي يمكن الموسم اللي فات هو خد بطوله الدوري تمام، محتاج ان هو بيلعب في اكتر من بطوله. أيوة. بيلعب في بطوله الدوري، بيلعب في بطوله افريقيا، كاس مصر كمان هتبدا تمام، ولسه خارج من السوبر مع مباراه الاهلي، يعني طالع من نشوه برده مكسب، وفي نشوه مباراه ومكسب سوبر، فاعتقد ان هو مكسبه 4 مباراة الانتاج، الدنيا ماشيه معاه حلو جدا. حتى واضح ان كمان في شغل، يعني أيوه. باين كمان يا كابتن ان في شغل في الملعب. أيوه. يعني لما حتى بصرف نظر عن الخمس اهداف، انما أيوه. انت في الاول والاخر بيبان ان في تحرك، بيبان ان في الوان سري، بيبان حته ان بيبان دي مع اللعيبه اللي ما كانتش موجوده، يعني
بعيده، اعتقد ان كانت بعيده عن المستوى بتاعها. اه كابتن المعروف عنها حسين الشحات بالظبط، كان معروف ان هم كانوا مستوى تمام. وكان المفروض ان هم جايين اضافه في يناير. رمضان صبحي عامل طفره جميله. حسين الشحات، معلول ناحيه الشمال، لا كل مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه حاجه مشرق. بص اجاييه حاجه أجاي. لا بص يعني هم حتى الخط اللي ورا الباكين الطرف، لا حاجه في حاله حلوه للنادي جميله. واضح ان في شغل مدرب بيبان مع اللعيبه المميزه اللي عنده، لعيبه في النادي الاهلي عايزين يعملوا حاجه، فاكيد ان حاجه جميله مبشره. طيب رايك ايه في قرار استبعاد كابتن المدير الفني فايلر لاحمد الشيخ وقالوا ديانج اليو ديانج وجرالدو ومحمود وحيد ومصطفى شوبير النهارده؟ اكيد دي حاجات فنيه، يعني اعتقد ان حاجه فنيه، انما في حاجات تانية ممكن تكون اخلاقيه او حاجه ممكن يكون، يعني سمعنا ان الفتره اللي فاتت كان عن تقريبا صالح جمعه انه في مشكله او حاجه وصل. بص هو انا عايز اقولها لكل اللعيبه صدقني، انا كنت بقعد في الاتحاد يعني، وانا رايح من الزمالك وانا واخد 11 بطوله ومنتخب مصر وقعدت في الاتحاد، وارد جدا ان انا اقعد مستوايا. لما جيت قلت للكابتن طه بيصر الله يرحمه، انا ليه انا يعني انا ليه مقصر في ايه؟ عشان انا اسمي حلو وعايز العب انا محتاج. فصالح لازم يشوف نفسه كويس، وصالح واضح انه مش حاجه يعني، لما لقى نفسه بعيد عن الفورمه او بعيد عن الملعب، مجدي قفشه بيلعب كويس يعني. شغال كويس ماشي كويس، لقى نفسه ان هو احتياطي مش هيبقى ليه وجود او احتياطي بديل، فبعد هو بعد نفسه عن الساحه ليه؟ لان هو غاب بعد كده تمرينه، فدي بتبعدك عن المباريات وبتبعدك عن الفكر بتاع المدرب الفني، بتدي شعور للمدرب ان انت ان انا ان انا لا ان انا مش جاهز، ان انا كمان مش يعني الحته اللي احنا اتعلمناها كابتن احمد كابتن محمد في تحدي لا انا الله ينور عليك صح. لازم يكون في تحدي، لازم المدير الفني يشعر ان اللاعب عنده الروح بالظبط، وده اللي انا بقوله عندي لفرقتي. انا ماسك فرقه درجه رابعه، بس لازم اقول للاعيبه انت لازم كل اتنين في مكان واحد. انا كنت بعملها وانا بلعب، في منافسه لصالح، لازم يكون في منافسه وفي الاول والاخر لصالحك انت وفي صالح التيم. فطبعا ده تقصير منه، انما طبعا التعديل صغير بس الموضوع يعني مثلا علي معلول ايوه ما حد يعني شايف علي معلول ده يعني خلاص راحت في مصر خلاص يعني لعب في مصر، يعني ما حدش يتخيل ان مثلا وحيد يلعب ايوه، فان هو وحيد بيتمرن كويس ولعب ماتش اللي هو بتاع العوده بتاع افريقيا كان كويس جدا ليه؟ عشان ماسك الفرصه بيتمرن كويس، لما يظهر يظهر كويس كده يبقى عنده انطباع ان مثلا علي معلول مثلا مقصر شويه، من خيار من خيار واحد ان هو صح. علي معلول بيعمل ايه يا نجم دلوقتي؟ الو بيشتغل كويس قوي، شايف ان في واحد قاعد بره واقف جاهز بس. كنت بعملها والله، وكنا لما كنا بنلعب كنا انا لعبت سنه 99 يا كابتن انا اسف يعني لا سنه 99 كنا بنلعب على انذارين، احنا بنتكلم أيوة على القانون القديم أيوة. تتوقف المباراه، انا لعبت اهلي وزمالك اول مباراه اهلي وزمالك ضد الكابتن حسام حسن أيوة. كان هو ضدي وبنلعب منتخب مصر انا وهو يعني انا أيوة. انضميت المنتخب وانا لسه أيوة. ما لعبتش اهلي وزمالك ضد أيوة. بعضينا، وكنا قاعدين مع بعض في اوضه واحده، عمل بانس وانا راح وراه مع انا من الحمد لله فضل ربنا من المدافعين اللي ما عنديش ان انا اعمل يعني مخالفات كتير او ان انا اعمل فاولات كتير، فلقيته عمل بانس كده وهو كان بيعلم دايما المهاجمين لازم تعمل كده عشان تحجم المدافع، لقيت الحكم اجنبي راح مديني انذار، فضلت قافش على الانذار ده لحد الموسم ما خلص وانا ما خدتش انذار تاني طيب. قافش على ليه؟ مدحت ورايا خايف الفرصه تضيع مدحت ورايا ورايا بشير ورايا ناس مستنيه ان انا دي بقى حياتي يعني. دي ثقافه يا جدعان طبعا. الو معانا اتصال. الو استاذ عمار اتفضل. ازيك يا استاذ عمار؟ الله يعزك يا ريس، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام بخير. اهلا نور عليكم وعلى الانتباهات اللي مع حضرتك كابتن شبانه وكابتن حسام. ربنا يخليك يا استاذ عمار، تسلم. منور الدنيا. منور الدنيا. انا كنت عايز اجاوب على السؤال يا كابتن احمد. اتفضل يا حبيبي. كان الاهلي فاز على نادي النصر. تمام. وكان بقياده كابتن حسام البدري، كانت 5 اهداف نظيفه. انت كام سنه يا استاذ عمار؟ انا كبير 40 سنه. انا كان نفسي اعرف الاجابه بس هو ما لحقش، طلع على الهواء على طول يا استاذ عمار. ماشي. استاذ عمار اهلاوي. اه بالظبط. عمار اهلاوي كبير طبعا. طبعا. اهلاوي قديم. طبعا طبعا. 2018 يا ريس. 2018 الموسم اللي فات. الموسم اللي فات. الموسم اللي قبل اللي فات، قبل النص ما ينزل. لو قلت له الماتش الساعه كام هيقول لك الساعه كام. هيعرف الساعه كام. شوف الكابتن احمد بيقول لك الماتش. هنكسب بقى ليه يا ريس؟ احنا متابعين الكره الجماهير. انت حبيبي وبتنورنا واحنا بنسعد بمتابعتك يا استاذ عمار بجد. حبيبي يا ريس. شوف شكرا على الاتصال. شكرا استاذ عمرو. معانا اتصال اخر. الو
الو استاذ عمرو اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا كنت عايز اشارك مع حضرتك البرنامج ان شاء الله، بس طبعا بدنا نسال الكباتن مع حضرتك. معانا الكابتن حسام عبد المنعم والكابتن عبد الحميد شبانه. امال يا فندم الكابتن حسام والكابتن عبد الحميد شبانه ربنا يخليك. اتفضل. هو اخر مره فاز فيها الاهلي الخماسيه كان على فريق مصر. شفت الاهلاويه جامدين ازاي؟ اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي. اكيد طبعا بالظبط اللي انا ور عليه. فاكر مين اللي جاب الاهداف تحديدا ولا لا؟ نعم يا فندم. فاكر مين الاهداف اللي مين اللي جاب الاهداف؟ لعيبه الاحراز دل... ولا انا متذكر ازارو. شكرا شكرا على الاتصال. مسلم اللي فات لازم ازارو يكون جاب. معانا حد تاني يا استاذ محمد؟ طيب نروح للكابتن عبد الحميد شبانه. طبعا ريني فايلر عاشق الروتيشن والتدوير اللعيبه، ده بيزعل بعض اللعيبه، يعني بيزعل بعض من الجماهير. انت شايف ده كل شيخ وله طريقه يا كابتن حسام. بيستوعب المدرب ده نقول للجمهور نهدى عليه ونسيب الراجل يشتغل باريحيه ونحاسبه في اخر الموسم. اكيد اكيد. انت وجهه نظرك من الروتيشن اللي بيعمله رينيه وجهه نظري ان المدير الفني هو اللي هيتحمل كل حاجه في الاخر. تمام. هو انسب واحد بيحط خططه على حسب القماشه اللي عنده. تمام. فهو شايف ان عنده مجموعه لعيبه، ان انا لو سبت مثلا 5-6 بره واجي احتاجهم مثلا بعد 5-6 ماتشات مش هيديني المستوى يعني اللي وصلت بيه الفرقه. ايوه. اقدر اي لا قدر الله مثلا اي حد اصابه وقف اي حاجه هجيب واحد من بره مش هيمشي العمليه المنظومه زي ما هو عايز. تمام. فلازم اعمل ان الاهلي زي ما كابتن حسام قال في دوري وكاس وبطوله افريقيا بيلعب في بطولات كتير، فلازم يبقى في اجهاد لبعض اللعيبه وفي اصابات وفي وقف. فانا شايف ان الجميل يعني انا بقول ايه، اي مدرب جديد بيجي على فرقه انا مطالب منه ان هو يبقى اداء كويس ومش مطالب منه نتيجه في الاول. أيوة. تخيل بقى لما مدير فني اداء ونتيجه. أيوة. فانا عاوز ايه اكتر من كده. تمام. يعني انت مؤيد طبعا الشغل اللي بيتعمل دلوقتي ده شغل يعني او من فتره طويله يعني احنا نطمن الجمهور ونقول للجمهور نهدى ونسيب الراجل يشتغل باريحيه. اكيد طبعا. يعني لو فكرني مثلا كابتن ايهاب جلال مع المقرصه في الاول خالص. أيوة. كان يعني عمل طفره غريبه كده في الكره المصريه. أيوة. ان كان في فرقه بتلعب كوره وممتعه والناس بدات تتابعها وبتنافس الاهلي والزمالك ووصلت تاني دوري وراحت لعبت في افريقيا. فالراجل بصراحه يعني اداء ونتيجه. اداء ونتيجه بس انا مش عايز اكتر من كده. انت حتى لو عملت روتيشن زي ما كابتن حمدي يقول، انت بتعمل روتيشن واللعيبه عندك بتادي وبتكسب نتيجه. ايوه الاداء بيعلى. يبقى انا كده في ايجابيه بالنسبه لي. ما حدش هيقدر يتكلم من جمهور زي الاهلي لانه خلاص انا بكسب. اكيد طبعا. حتى لو غيرت وعملت روتيشن انا بكسب في الاول. بس صح. نروح للكابتن حسام عبد المنعم. مثلث الرعب في الاهلي ده مصطلح بيطلق الان بالنسبه لحسين الشحات، رمضان صبحي، اجاي، الثلاثه عاملين مستوى ما شاء الله يعني من بدايه مباراه السوبر فهم. وثالث مباراة النهاردة في الدوري الممتاز، في حالة أو تركيبة سويسرية قدر يعني يفاجئ جمهور النادي الأهلي بها ريني فايلر. أنت شايف وجهة نظرك إيه في الثلاثي ده يا كابتن حسين؟ بص يا كابتن أحمد، هو أولاً إحنا قلنا إن فايلر عامل طفرة حلوة. تمام. أدي حاجة، أدي جزئية. الجزئية الثانية لازم يكملها اللعيبة. ما هو اصل هو لوحده مش هيقدر يعمل حاجه، واللاعيبه لوحدهم من غير مدير فني مش هيقدروا يعني لا. تمام. يعني لازم الاثنين بيكملوا بعض. فواضح ان اللعيبه لا كيميا. في ربط كيميا ماشيه. طب انا هسالك من ناحيه ثانيه. اتفضل. طبعا هو واخد العلامه الكامله اكيد كمدير فني، علامه كامله مع سكور عالي كمان، مع سكور هاي سكور عامل 4-5 اداء. يعني هو عنده مثلا 5 اهداف محليه و19 هدف. طيب. يعني ما شاء الله يعني عدد الاهداف طيب. عالي مع الاداء كمان العالي. تمام. بس هنرجع شويه بالذاكره، كابتن لاسارتي المدير الفني كان مش ده اداء حسين الشحات ولا ده اداء رمضان صبحي، واجاي ده كان بره يعني يقال انه كان هيخرج وكمان كان عنده اصابه، وبعد كده على ما رجع كان برده مستوى وحش كده. هل هنا بقى ده من حظ المدير الفني فايلر ولا هو له بصمه في تغيير المود بتاع اللعيبه دي؟ هي الربط كله يا استاذ احمد. أيوة. الربط كله. انا عايز ارجع. أيوة. حسين الشحات اتقال واتقال واتقال ان جبته من الاهلي مش عارف ايه وعملته ودفعت، فالولد حاسس ان هو مقصر ما عملش حاجه. طبعا. لا انا مع مدرب كمان. أيوة. بيديله النفسيه وبيديله الشغل. دي سيكولوجيه بقى يعني دي طبعا مع ضربت كل الاحداث. صح. مع صح. رمضان. رمضان لما جه برده من انجلترا برده جاي، احنا قلنا سليم مونكز طبعا انت برده معلش خلينا صريح، انت دافع في رمضان
رقم كبير. رقم كبير قوي. فكان مطالب من رمضان انه كان احسن من كده. رمضان ما قدمش المطلوب قوي. فمطالب منه السنه دي ان هو لازم يبقى موسم باين عليه ان هو انت برضه موسم عادي تشوفه تاني يعني. بالظبط. فكان عايز يعمل يرجع لمستواه كرمضان. حسين الشحات عايز يرجع لمستواه ايام ما كان في المقاصه قبل ما يسافر. تبطل نجمه المبلغ مع كمان المدير الفني اللي بيديله الشغل مع الراحه النفسيه مع الورط. في حاله في انسجام. عامل نفسي وعامل نفسي بحت. كلها حاجات بتربط بعضها يعني. الو الو كابتن. نهار يا كابتن. ازيك يا ابو حميد صديق البرنامج طبعا حبيبي يا محمد من كفر الشيخ. اهلا بيك يا ابو حميد. ربنا يخليك يا محمد. محمد زملكاوي كابتن حسام. والله طيب 2-1 كده 2-1 اهو. معاك يا محمد اتفضل. معانا الكابتن حسام عبد المنعم والكابتن عبد الحميد شبانه. النهارين طبعا عارف يا كابتن. ربنا يخليك يا محمد. اتفضل يا محمد. ان شاء الله برحب بالاول بالكابتن وان شاء الله يوم السبت الجاي اطلع مع حضرتك مداخله واحنا كسبانين الاهلي 2-6 ولا حاجه. على طول كده يا محمد. ان شاء الله. قلت لك المره اللي فاتت. ما انت خسرت يا محمد. كان السوبر. ايوه. كويس ان انت كويس ان انت يا محمد دخلت تاني. لا ان شاء الله. محمد في المدرج بقى كان في المدرج وجاي يزور. كان موجود. مش قادر يتكلم. كويس ان محمد دخل تاني عشان يقول لنا لسه ان شاء الله المره دي غير. ماشي يا محمد احنا معاك وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. المهم ان احنا ننبسط بس بمباراه يعني تكون جميله واهل الزمالك طبعا اكيد. شكرا على الاتصال يا محمد. اهم حاجه طبعا كرة تبقى جميله وبرضه الزمالك يكسب. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا محمد اهلي محمد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا محمد. طبعا بمناسبه بقى اتصال محمد عندنا مباراه القمه كابتن عبد الحميد الاهلي والزمالك في الدوري ولكن بدون جمهور يعني هيقتصر الحضور على عدد من اعضاء الجمعيه العموميه للفريقين. انت يعني بعد الحاله الطيبه اللي احنا ظهرنا بيها في بدايه الدوري وكنا نامل يعني طول افريقيا لسه خلاص افريقيا كنا نامل عوده الجماهير. فانت هو ان شاء الله باذن الله يبقى في محاوله باذن الله لدخول الجماهير ان شاء الله باذن الله حتى لو 5000 يعني في اصلا يعني في يعني هو لحد دلوقتي مفيش يعني ان شاء الله هيبقى فيه باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله مفيش. لان اصلا الجمهور هي كوره هو الروح الحياه بتاع الكوره طبعا. وانت لاحظت الماتش اللي فات بتاع السوبر لا دي نروح للملعب مع احترامي مع احترامي الاهلي كسبان 3 ايوه الزمالك عمره ما كان يرجع 3-2 لو ما فيش جمهور خلاص الماتش خلص صح هيحاولوا الماتش يعدي عشان يخلص الا ان في جماهير اداله دفعه طبعا حمسه وانت فين الجون الثاني ده الجماهير متاكده ان الزمالك هيتعادل فعلا فعلا ولولا جماهير الاهلي الاهلي كان ورا فرقه لو 3-2 ومفيش جمهور كان الاهلي اتعادل. كانت على فكره مباراه جميله يعني من الجمهور ومن اللعيبه مفيش خروج عن النص خالص ولا في اي حاجه ولا في اي مشكله يعني ان شاء الله يبقى عوده الجمهور ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وهو اتحاد الكوره برضو المعين يعني هم مدينا امل ان في الدور الثاني يبقى عوده الجمهور ان شاء الله. بصراحه بصراحه عاملين شغل كويس قوي بصراحه نشكرهم يعني اللجنه الخماسيه الناس محترمه بصراحه. نروح للكابتن حسام عبد المنعم. رايك في اداء الزمالك في مباراه مصر المقاصه وتشكيل ميتشو اللي حير جماهير نادي الزمالك؟ هو كان تشكيل يعني هو كان عامل روتيشن للعيبه وراح مغير تركيبه يعني غريبه تركيبه بالظبط يعني انا مش عايز ابخس حق امام عاشور لعيب مميز صغير في السن. هستأذنك معلش تحت امرك. اتفضل معانا اتصال ميدو من المنصوره. اتفضل يا كابتن محمد. الله يخليك يا استاذ احمد اخبارك ايه؟ منور برنامج الكره والجماهير والله يا استاذ محمد. ضيوفك منورين حبيبي يا استاذ محمد. وجودك ربنا يخليك يا استاذ محمد. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا نجم؟ الله يكرمك يا رب ويصلح حالك. على فكره الكابتن محمد عامل حاجه جميله جدا بالنسبه للاكاديميات. عامل دوري اسمه دوري الابطال هيبدا في محافظه بورسعيد ومحافظة الجيزة ومحافظة الدقهلية. أنا بحييك يا محمد بجد والله. تمام بسم الله ما شاء الله. الطلائع والناشئين. حلو جميل. الأعمار السنية كلها ولا ال مش هي الأعمار السنية يا كابتن محمد كلها؟ كلها بإذن الله. تمام بالتوفيق يا كابتن بسم الله ما شاء الله بالتوفيق. خلي بالك أنا ممكن خلي بالك دلوقتي أنتهز أنا بقى الفرصة ويبقى الافتتاح يبقى يحضر معاك الكابتن حسام والكابتن عبد الحميد. إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله. ربنا يخليكم يا من الناس بقى المحترمه اللي لا تخلف وعدا وعن تجربه صدقني ما تخيرش عنكم والله باذن الله التوفيق ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمد على الاتصال. تحب تقول حاجه قبل ما نقفل؟ الله يكرمك الله يخليك. ماشي يا كابتن محمد شكرا على الاتصال. ماشي يا كابتن عبد الحسام كمل حضرتك.
مباراه المقص مباراه المقص واداء يعني نادي الزمالك عامه. يعني حضرتك كنت بتتكلم على التشكيله والخطه يعني الخطه بتاعه اللعب اللي هي جديده على نادي الزمالك. كان يعني هو يمكن كان عايز يعمل روتيشن، وفي نفس الوقت اللعيبه كانت مأديه تمارين اكيد، اعتقد ان عشان يلعب امام ويلعب اللعيبه دي كلها في المكان اللي هو كويسه في التمرين اكيد بتمرن كويس. كان عايز يديهم برضو من بدايه المباراه. عايز اقول لامام انتوا لعيب كويس ولا صغير في السن، لسه هيكتسب خبره، ممكن يكون مدير فني اخطا في فكره او حاجه. ودي ما تقللش منك كقدرات لعيب هيبقى قدام في مستقبل باهر ليه، لانه هو لعيب من اللعيبه المميزه جدا جدا جدا، لعيب مميز جدا، سريع، بيعرف يتحرك، بيعرف اللي هو كابتن امام عاشور، لعيب كويس جدا جدا. فدي ما تقللش منه، خروجه ده يديله حماس اكتر ويديله دفع ان هو خارج زعلان يشتغل. اكيد اكيد طبيعي، بس بتعمل حته نفسيه لازم يبقى زعلان، ولو ما زعلان مش هيبقى لعيب كوره. بس هو طبعا لازم يحسب له ان هو لم يعترض، يعني لا هو مش لا اشاره ولا اخلاقه محترمه، ولد مميز، حسب اللي فيه انه فعلا في حاجه عايز يغيرها المدير الفني. صح. انما مكسب ومكسب لنادي الزمالك ميدو عمل مباراه اعتقد ان خطه جميله جدا، بس يعني حتى الوحيده الهفوه الوحيده بالنسبه ل انت قصدك كابتن ميدو. انا قلت ميدو لا ما قلتش ماتشو، انا قلت ميدو لا ميدو عامل زون ديفنس كويس قوي، عارف ان بيشتغل بفوافي، وعارف ان في ناس بتعرف تتحرك كويس قوي، عارف ان في ناس ممكن تروح على الجول، يلعب على الهجمه المرتده، عارف ان نادي الزمالك عايز ينزل يكسب المباراه. في عشان اخر تلت ساعه من الشوط الثاني هو تسيد زمام الامور في طبعًا المباراه طبعا، لما الزمالك حب يحافظ على الجول. أيوة. بالظبط بالظبط، يمكن الزمالك لما جاب الجول يمكن يعني بدا يهاجم شويه عشان يحاول يجيب جول ثاني، يخف الضغط شويه. انما المقصه عمل زون ديفنس كويس قوي. محمد ابراهيم لما نزل كان شكل ايجابي مع القصه. معانا اتصال يا كابتن. ايوه الو الو اتفضل، مين معايا يا فندم؟ احمد سعيد. معايا احمد سعيد. نفس الاسم نفس الاسم طبعا. لازم تدخل على مين يا ابو حميد الاول؟ منين يا استاذ احمد؟ منين؟ منوفية. اهلا بيك، اهلا باهلنا في المنوفيه، قريب بلدياتي. انت بلديات بقى الكابتن عبد الحميد شبانه. حبيبي كابتن شبانه حبيبي ابو حميد. اهلاوي ولا زملكاوي يا ابو حميد؟ اهلاوي اهلاوي. اي احمد سعيد في مصر لازم يبقى اهلاوي. اهلاوي احنا قلنا خلاص. منوفيه واحنا مش بقى يعني خلاص. اتفضل يا ابو حميد اتفضل. ماشي، انا بحب ارد الشكر كابتن عبد الحميد شبانه وكابتن حسام عمان. ربنا يخليك يا حميد، نورك. برد الشكر البرنامج بتاع حضرتك جميل، متابعينه ربنا يخليك. لا يا حاجه بتسعدنا والله يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا استاذ احمد، ربنا يخليك، ما تحرمش من اتصال حضرتك يا استاذ احمد. الله يخليك ويخليك. ودايما دايما بقى ايه احمد سعيد ده طبعا طبعا لازم يبقى موجود على الهواء على طول يا ابو حميد. ماشي دايما على الهواء، هيبقى ترند يا شباب. انا عايز اتفضل. سلام. طبعا انا في سؤال للاستاذة اميرة، طبعا انتوا عارفين الاستاذة اميرة في الاعداد طبعا، انا ما كنتش بحب اتكلم، انا دايما متعاطف مع التحكيم في مصر. فهي مصرة ان احنا نتكلم عن النقطة دي. تمام. هي بتقولك ان المقصة حرم في مباراة مصر مصر المقصة والزمالك من ضربتي جزاء صحيحتين. هسمع رأي الكابتن حسام والكابتن عبد الحميد ومش هندخل في نقاش. ولا لا؟ يعني له ضربتين جزاء المقصة يا كابتن؟ يعني كل حكم وله وجهه نظر وله اخطاءه. انا مع التحكيم بجد. بالظبط. والله بجد. طبيعي وارد ان هو ممكن يخطا. احنا قاعدين قدام الشاشه. شايف كل اريحيه. انا بشوفها من مره واحده، احنا يعني بنشوفها كذا مره. أيوة. هو جزء من الثانيه. لازم ياخد القرار. لازم ياخد القرار طبعا. حتى لو هي انا شايفها بصراحه الاولانيه بالذات ضربه جزاء 100% بتاعت فوبي. ايوه. مع محمود علاء. فدي انا شايفها ضربه جزاء. بس حتى ما بحسبهاش دي حسب تقدير الحكم. بس انا رايي انا وجهه نظري يا كابتن حسام والله فعلا يا كابتن عبد الحميد، هو لو انت حتى لاحظت الحكم انا شايف ان مش متعمد. لا 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 خالص. يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل. هو مش شايفها ركله. يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، اصل الماتشات دي يعني مثلا لو قلت مثلا ماتش ضربه ثانيه ولا ثالثه الماتشات مش متذاعه، محدش شايف حاجه. ايوه. هنا بيبان التعمد، وانا طبعا يعني بحترم كل الحكام. أيوة. بس لما يكون ماتش مثلا زي الزمالك في كذا قناه وناس بتتفرج عليه وفي تحليل وفي متسيطه الاخطاء، يعني في واحد بيحلل التحكيم بس طبعا طبعا. أيوة.
فصعب جدا ان الحكم يتعمد ان هو يظلم حد تمام يحسب فاول حتى غلط صح. أيوه. ممكن بس يبقى ايه مثلا فرقه مثلا يعني فرقه خسرانه فريق كبير وبتاع ممكن أيوه. يحسب بها فاولات يعني انت فاهم حته أيوه. يعني مش ولكن هو الحكم ممكن يعني ما نقدرش نجزم دلوقتي ونقول ان هو متعمد لا لا انه ما يحتسبش حدش بيتعمد لا لا اه يعني خلص. ممكن بس يحب ان هو يبقى متاكد منها 100% ايوه ايوه بس وخلي بالك برضو كره كابتن محمود علاء اللي هو انت عارف كان في املاغوا الحكمين اللي بيبقوا ورا الجون لو هم موجودين كانوا ممكن ساعدوه في الكره دي والله بص يا كابتن احمد هو السنه الموسم اللي فات حصل ان في أيوه حصل ان كان في حكام واقفين جنب وكان في برضه اخطاء وانا رايي انا وجهه نظري وفي فار وفي اخطاء انا وجهه نظري بجد والله من جمال كره القدم اخطاء التحكيم اكيد طبعا بجد والله تدي متعه اه طبعا وده طبيعي يعني كده اظن اميره كده خدت حقها اه بالظبط ماشي يا اميره معانا اتصال استاذ احمد الو استاذ احمد اتفضل يا فندم معاك تعالى اقول بقى السؤال ان شاء الله اتعرف بحضرتك الاول احمد حسن طنطا احمد حسن طنطا سيد البلوي اهلا يا استاذ احمد معانا طبعا ضيوفنا الجمال الكابتن حسام والكابتن عبد الحميد طبعا كابتن جايين على التعريف ربنا يخليك يا استاذ حميد الاهلاوي كابتن عبد المنع ربنا يخليك يا استاذ احمد اتفضل يا استاذ احمد الاهلي فاز ان شاء الله على النصر 2018 الاهلي ايه فاز على النصر على النصر اه انت بتجاوب على السؤال النصر اه السؤال انا عاجبني بقى في يعني شفت انت مفيش حد جاوب غلط يعني كل أيوه. الناس اللي بتتصل بينا بالظبط اه متابعين كمان متابعين أيوه أيوه. اهلاوي ابو حميد ها اهلاوي ان شاء الله طبعا اكيد طبعا طبعا ان شاء الله 4-1 حبيبي حبيبي ابو حميد من 4-1 ابو حميد يلا نكسب نورتنا يا استاذ احمد وفعلا الاهلي مع النصر وكان الاحرز الاهداف الكابتن وليد ازارو وصلاح محسن ومحمد هاني وكريم ندف كريم اه احنا كان نفسنا بقى يعني هم جاوبوا كويس بس كان نفسنا مين يقول مين الاهداف هو ده بقى اللي هيحدد يعني انا برضه خلاص بقى ما انت قلت ما انا قلت خلاص خلاص من اللي جاب جون النصر اه من اللي جاب جون النصر اه ماشي لسه فيها برضه اه لسه احنا فيها بالظبط جدع طبعا هنطلع بقى دلوقتي لفاصل بتقرير من تصميم الأستاذة أميرة والأستاذة هالة إهداء من أسرة البرنامج ونقدم يعني فقرة إن شاء الله تعجبكم شاء الله. للكابتن عبد الحميد شبانة نطلع لفاصل ونرجع طبعا بنشكر الأستاذة أميرة والأستاذة هالة فريق الإعداد للبرنامج طبعا الفيديو ده كان بمناسبة عيد ميلاد الكابتن عبد الحميد شكرا اليوم يعني وشكرا لفريق الإعداد كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت طيب عقبال 100 سنة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طبعا معانا برضو تقرير يا ريت بقى أميرة بقى عشان يبقى برضو الزملكاوية ما يزعلوش يعني إحنا معانا برضو يعني تقرير للكابتن حسام عبد المنعم نطلع بيه دلوقتي ولا مش جاهزين بيه دلوقتي؟ جاهزين بيه طيب نطلع نشوف برضو تقرير للكابتن حسام عبد المنعم كده احنا تمام اهو يبقى كده متعادلين ايوه نطلع نشوف تقرير للكابتن حسام عبد المنعم 1-0 وبعد كده بقى 1-1 اهم حاجه ان انت الاستاذ اميره طبعا بعد ما حضراتكم اتفرجتوا على التقرير حتى الكابتن حسام بيقول لي انتوا جبتوا الحاجات دي منين يعني بيستغرب بجد اه فعلا في حاجات يعني في ندوات و ولقاءات ومئويه بتاعت الزمالك وحاجات كده يعني انا بشكرها فعلا على الاداء الجميل بالنسبه للفيديوهات اللي اتعملوا بسم الله ما شاء الله للكابتن عبد الحميد وليا بشكرها جدا وبشكر كمان فريق الاعداد وكل الموجودين خارج الكاميرات يعني واحنا بنشكركم لوجودكم معنا في البرنامج ربنا يبارك في عمرك احنا مبسوطين واحنا موجودين معاك والله بامانه يعني فهذه القناه نروح لازمه من غير ازمه ازمه الكاف ومباراه جنراسيون مع نادي الزمالك وهنروح فين ولسه لحد النهارده التقرير هيخرج يوم 8 القرعه امتى يا ابني القرعه 9 9 انما التقرير بتاع المباراه هيخرج للجمهور يوم 8 مؤخرين ليه مؤخرين ايه محدش يستأنف مثلا يعني ليه مؤخرين يوم 8 المشكله ان انت هتطلع تقول يوم 8 كده ما عادش اعاده ما فيش استئناف بقى انت عندك القرعه 9 بص يا كابتن انت انا اسف يعني اتفضل الفرقه
المستضيفه للفرقه الثانيه موجوده في الملعب. تمام. الحكام موجودين في الملعب. تمام. المراقبين موجود في الملعب. تمام. كل الناس موجوده في الملعب. كل حاجه مهمه. الماتش اتلعب يعني لجنه الحكام اكيد عارفه. اكيد طبعا. الكاف عارف يعني في مراقب وراه في مراقب وفي حكام يعني الناس كلها موجوده. ايه الموجود يعني الفرقه بس اللي مش موجوده ليه؟ عايزه تعمل ايه؟ ايه الفكر اللي في دماغها يعني؟ احساس انا ان مثلا هي حاسه ان هي يعني اسم الزمالك كبير طبعا ونادي كبير طبعا هيقدر يعوض هنا الماتش اللي هناك يعني الماتش طبعا. هناك يعني بصراحه ملعب وتصوير اجواء مش حلوه خالص هو مش ملعب يعني مش مباراه كره قدم يعني فان هم حسوا ان هم هنا هيشيلوا نتيجه تقيله فقال لك يعمل اي مشكله انت عشان كده كده هتخرج انا اسف في اللفظ هتخسر تقيله هتخسر يعني هتخسر خساره كبيره كسكور او او لو واحد صفر هتخرج طبيعي ان انت بتلعب نادي الزمالك اسم طبعا. كبير وعلى ارضه يعني طبيعي هتخسر هم حبوا يعملوا اي مشكله عشان ملهاش لازمه ملهاش هو لازم انت عارف ان ممكن كمان يتعاقبوا انه الفرقه اللي هي تحرم سنتين مثلا من اللي هو ممكن الفرقه اللي هي اللي احنا يعني كنا المفروض نلعب فرقه تانية وطلعت مكانها الفرقه دي جنراسيون فود دي ممكن هي اللي تروح الكونفدراليه صح اكيد وجنس فود دي ممكن ما تروحش اصلا 3 سنين كمان 4 سنين لان هي ممكن الكاف يبعدها ويطلع أكيد. الفرقه اللي هي كسبتها وتوصل الكونفدراليه تخيل طيب. هو انا في حاجه بس يا كابتن حسام احنا دخلنا في ازمه من غير ازمه طبعا اكيد يعني هم كلنا الفرقه اللي عملت ازمه ايه الفرقه المنافسه هي اللي عملت ازمه واحنا يعني واحنا كاتحاد كوره ونادي الزمالك عملوا لازم يبقى في تصرف اسرع من طبيعي طبيعي طبيعي, طبيعي. هو بيقول لك في برضه في القانون يقول لك لازم تخبر الفرقه قبلها ب 10 ايام لو انت هتغير الملعب انا قصدي يا كابتن احمد انت اخبرت الحكام خلاص تمام. والفرقه كمان موجوده طيب. هنا يعني لما الفرقه ما جاتش يا كابتن عارف الفرقه موجوده دلوقتي عارف يعني الفرقه موجوده في القاهره وخرجوا في اليوم اللي كان فيه المباراه يعني شوبنج وزياره بس مستغرب يا ابني من اللي هو قرار الاتحاد بتاع كاف كمان ايوه ليه مأخر الموضوع قوي لحد يوم 8 لحد يوم 8 ده انا بتكلم فيه برضه اصل هو الموضوع فيه ورق الموضوع فيه ورق كل حاجه باينه لازم تاخد قرار في ساعتها طب اقول لحضرتك على حاجه القرار متاخد وكل حاجه واضحه ولا ولذلك هم قالوا يوم 8 لان القرعه ثاني يوم 9 محدش هيلحق يعمل اي حاجه فكده انت بتستبعد فكره اعاده المباراه أكيد. خلاص انت هتاخد بالقرار اللي هيتحكم بالكاف ايوه صح خلاص فانت فلست. انت هتبقى مرضي لاي طرفين هتبقى مرضي محدش هيقدر يعترض بالظبط بس هل هيبقى في عقوبات على الفريق اللي هيخسر ما هو دي برضو مشكله يعني مثلا اعتقد ما دي ازمه لازم يا كابتن احمد لازم يبقى في عقوبات عشان الحاله دي ما تكررش ثاني طبعا بس يعني بس يعني اعتقد ان الزمالك ماشي نتمنى قانون مظبوط يعني ماشي نتمنى كجماهير الرياضه في مصر طبعا نتمنى طبعا ان الزمالك يكمل في دوري الابطال يهم جماهير الزمالك والاهلي في الكل هننتظر اليوم 8 ونشوف قرار الكاف هيبقى لصالح مين ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله طبعا كان في برضه عندنا حاجه كده يعني مستشار تركي الشيخ في بيدعم النادي الاهلي رايكم ايه برضو كان نروح نشوف راي كابتن حسام وراي كابتن عبد الحميد دعم المستشار للنادي الاهلي وما يحدث للخطيب عيب ولا اقبل التطاول عليه هو كان من فتره ضد دلوقتي النهارده مع حيرنا معاه يعني شويه ضد وشويه مع يعني هو بقاله فتره طويله من نهايه نص السيزون اللي فات مع بدايه السيزون ده حضرتك التويته معانا على الهوا دلوقتي الخطيب لي وعليه نتفق ونختلف لكن اقبل قبل التطاول بالفاظ خير اكيد طبعا حيرنا لا برضه هي دي برضه حاجه تحسب له يعني يعني هو الراجل بيتكلم ان ليه وعليه حاجه يعني بعيده عن الكوره بالظبط بالظبط يا كابتن فلازم يعني هو بيتكلم ان اول جمله كابتن الخطيب ليه وعليه طبيعي ليه وعليه في سلبيات وايجابيات اي بشر كده بالظبط ونتفق ونختلف وده حقيقه فعلا تمام لكني لا اقبل ابدا التطاول بالفاظ خارجه عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق وده حقيقه ده كلام محترم وده بالظبط تمام لا انا اسف ان انا طبعا قلت يعني حاجه قامه كبيره عكس يعني لعيب كبير وقامه كبيره ورئيس نادي الاهلي فما يصحش اي حد مهما كان يعني يتطاول عليه او على اسرته اكيد طبعا لا يعني واضح ان كان في تطاول او حاجه أيوة. طبعا دي حاجه لا نقبلها حاجه طبيعيه بعيد عن اي حاجه بقى يعني حاجه اصلا يعني انسانيه يعني بعيد عن اي حاجه بعيد عن الكوره بعيد عن اي مجال في الدنيا ما يسمعش ان اي حد يتطاول على اي حد طيب نروح برضو عندنا تعليق للسيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بان مصر لن تهدم اذا خرج الزمالك من بطوله افريقيا من المقرر ان يعلن الاتحاد الافريقي عن قراره الرسمي الخاص بازمه الزمالك يوم 8 قبل القرعة بيوم فإيه رأيكم في تعليق السيد المستشار مرتضى منصور
تعليق برضه مناسب على قد الحدث اللي موجود. الراجل بيتكلم منطقي عادي جدا منطقي بالظبط. اه طبعا اصل عادي بيقول لك انا موجود لحد قرار اللي وده. انا اعتقد ان شفت يعني الانديه يعني مثلا الزمالك او الاهلي ولا منتخب مصر؟ لا منتخب مصر طبعا. منتخب مصر هنا في بطوله افريقيا طلعنا من البطوله والناس كلها حاولت تنجح البطوله. ايوه فهي يا ابني يعني خلاص حاجه يعني فشلنا فيها وحاجه مثلا في خطا فيه او حاجه مثلا ما فيش توفيق فيها. أيوة. خلاص ثاني يوم الموضوع في حاجه جديده تمام. بس فالموضوع يعني حاجه طبيعيه. ده قرار اتحاد افريقي وهنا او هنا كله هيقبل الوضع يعني. ان شاء الله كل الخير وان شاء الله نشوف نادي الزمالك ونادي الاهلي يمثلوا الرياضه المصريه في بطوله دوري الابطال ان شاء الله. اضافه للكره المصريه اكيد طبعا. نروح برضو لسؤال في الدوري المصري. كابتن حسام عبد المنعم، كيف ترى من وجهه نظر حضرتك المنافسه ومن الاقرب لدرع الدوري هذا الموسم؟ ده صعب. لا المنافسه طبعا قويه قوي الكابتن حسام. لا اكيد طبعا. لو سالت اي حد في لو سال اي مصري زي ما بنقول طيب. بلاش نقول مين الاقرب للدوري، ولكن انت شايف المنافسه بين الفريقين يعني طبيعي طبيعي. بيراميدز ماشي كويس. الاهلي ماشي كويس. الزمالك ماشي كويس. المقاصة هتلاقيه وراه. هتلاقي الاتحاد. هتلاقي المصري. هتلاقي المقاولين. هتلاقي بص كل دول ورا بعض. يعني انت شايف دوري ينبئ بدوري قوي جدا جدا بعكس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان قوي جدا على الناس اللي نزلت الثلاث فرق اللي نزلوا والثلاثه اللي فوق. وكان في تعثر لاكثر من فرقه في في الاسابيع الاخيره. وكنا دوبك يعني اللي كان بياخد الثلاث نقاط كان بيرفع مثلا في 10 فرق فرق بينهم بونت ومونتين. فكان صعبه جدا جدا. فكان الاسبوع ده مثلا الثلاثه نزلوا الاسبوع اللي بعده الثلاثه بيتغيروا تلاقي ناس ثانيين خالص يعني. فطبعا موسم صعب على الفرق كلها. النفس الطويل اللي عنده خبرات. الفرق كلها اعتقد انها بتلعب باكتر من بطوله في كاس وفي صحيح. الفرق المتقدمه اللي فوق يعني. هسهل السؤال شويه. مين حظوظه اقرب يعني؟ بلاش الزمالك. ما خلاص هقول لك ايه. طيب ما انت عايز اجاوب هو يعني انت عايز اجاوب فالزمالك. انت عايز تخلينا تجرني ف طيب اقول طبيعي يعني هقول لك بلاش تقول فريق واحد. هسهلها عليك خالص اهو. كام فريق من وجهه نظرك؟ طبيعي القطبي الكره المصريه يعني نقول اهلي وزمالك. في منافس ثالث نشوف وجه جديد طبعا. بيراميدز طبعا بيراميدز. طبعا فرق قويه جدا يعني. هتلاقي المقصة. هتلاقي زي ما قلت لك حركة المصري. هتلاقي المصري الاتحاد يعني. هتلاقي المقاولين. لا في فرق كويسة. يمكن انا بس عشان كابتن مختار يمكن والدي في الكورة اللي مرني في نادي الاهلي طبعا طبعا. ابويا في الكورة كان نفسي ان هو يبقى احسن من كده الانتاج. انما ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. مرتها يتحسن ان شاء الله. طيب. بصراحه طبعا في ازمه اثيرت اخيرا في الوسط الرياضي يا كابتن عبد الحميد. هناخدها في عجاله لان وقتنا اوشك على الانتهاء. رايكم فيها بسرعه يعني. جنش وازمته الاخيره مع رئيس النادي المستشار مرتضى منصور وتقرير السيد المستشار بعرض جنش للبيع. لا انا شايف ان جنش يعني ازمه من غير اي اسباب يعني. اي لازمه هي حاجه كده يعني. ايه عارف جنش طبعا يعني انا كاهلاوي اتفرج عليه السنه اللي فاتت. يعني هو مثلا من 70 او 80% اسباب الزمالك خد الكونفدراليه من اسباب ان الزمالك طول الموسم بينافس على الدوري واول دوري. هو كان يعني 80% من اسباب المستوى على الكونفدراليه اكيد. فهو يعني وغير كده كمان جنش بقى له 3 سنين او 4 سنين ما كانش بيلعب في نادي الزمالك ومع كده كان مستحمل حبا في نادي الزمالك يعني تمام. فمش هقول حتى لو عمل اي مشكله يعني حتى لو هو غلط أيوه. مش مع اول غلطه بيبقى فيها عقاب شديد ان هو يبقى. فان شاء الله باذن الله الموضوع يتحل بسرعه يعني. موضوع عارف خلافات اسريه فان شاء الله تحل في داخل النادي يعني. فان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لجنش يعني ان شاء الله. كابتن حسام في عجاله انت اكيد عندك برضو معلومات عن الموضوع. هو زي ما قال عبد الحميد بصراحه يعني جنش فعلا من قبل ما يروح نادي الزمالك هو زملكاوي. الجمهور بيحبه جدا وهو فعلا زي ما قال وهو زملكاوي قعد فتره طويله يمكن 3 مواسم بعد الشناوي احتياطي لحد ما صبر وربنا وفقه واثبت نفسه على والبطوله جدا انضم لمنتخب مصر. صح. وارد وطبيعي جدا ان ممكن ولا يعني هو مصاب من الموسم اللي فات مع منتخب مصر ما كملش نفسيا ممكن يكون محبط الاصابه بتحبط. ايوه فعلا اعتقد ان المستشار مرتضى منصور اب روحي ليهم وهو بيحبهم جدا
وبيحب كمان جنش بالاخص كمان، ممكن يكون برضو ده رد فعل سريع من سياده المستشار. انما اعتقد ان جنش لو اعتذر لسياده المستشار واعتذر للجمهور، جنش بيحب النادي الزمالك ما شاء الله عليه، هيقدم يعني مستويات جميله بالظبط، واكيد هيبقى في اعلى في المستوى كمان مع عواد مع اللعيبه الحراس كلهم. جنش بيحب يتمرن كويس قوي، وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. طب تقولوا ايه بقى في تعيين الكابتن حسام البدري مدير فني للنادي لمنتخب مصر؟ شايف ان الكابتن حسام يعني بصراحه مدرب كبير، أيوه. يعني نتائجه هي اللي بتقول، يعني ما كان ماسك النادي الاهلي وراح ماسك في السودان، ايوه. آه لا حسام ان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى اضافه، والجهاز الفني اللي معاه يعني ان شاء الله باذن الله يعني نشوف بقى منتخب مصر يعني متربع على القاره الافريقيه زي زمان يعني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليه. مبروك طبعا للكابتن حسام البدري ومساعدين معاه طارق مصطفى ومعاه سيد معوض ومعاه كابتن ايمن طاهر مدرب حراس ومدير كوره كابتن محمد بركات، ربنا يوفقهم طبعا. يعني اعتقد ان هو صناعه مصريه زي ما بنقول، يبقى في ربط ما بين المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب وما بين كابتن حسام البدري، عشان الولاد اللي هتلاقيهم في المنتخب الاولمبي هم دول اللي هتلاقيهم ان شاء الله باذن الله، فهيبقى في ربط. اتمنى ان الجهاز الفني يكون فيه صراحة ومصداقية في الاختيارات للعيبة، لأن أعتقد كابتن حسام البدري اسم كبير معاه مدربين كمان مساعدين، مش هقول يعني بسم الله ما شاء الله طارق مصطفى وسيد معوض وبركات، فأعتقد إن يعني لو في إن شاء الله اختيارات موفقة إن شاء الله هيبقى في إيجابيات كويسة إن شاء الله. كل التوفيق للمنتخب إن شاء الله. المنتخب الأولمبي كمان يعني عنده كمان مهمة جميلة، شهر آخر أول شهر عنده طوكيو وعنده كمان بطولة إفريقيا، فإن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله كابتن شوقي غريب وجهازه المنتخب كله يعني بيلعبوا في الدوري الممتاز يعني المنتخب كله اغلب اللعيبه كلهم هم يعني نصهم منتخب مصر يعني ان شاء الله موفقين ان شاء الله. اخر سؤال في حلقتنا النهارده في تاني اليوم اخر سؤال بقى غير السؤال الاولاني بتاع 5-1 لا لا ده سؤال لكم انتوا بقى لينا. عايز بس هبتن حاجه واحده بس اقول اتمنى الشفاء لك محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز بالظبط عزيز صاحبي صديقي كنا في الاسماعيلي اكيد هو يعني ثالثه فعلا ومرتين في سموحه ومره في الزمالك، ولعيب محترم جدا ولعيب رائع جدا ملتزم ومقاتل وكل حاجه كل حاجه يعني ان شاء الله يعود اقوى من الاول ان شاء الله عشان هو عنده اراده اكيد لا ورايم ربنا جدا ان شاء الله باذن الله. لا لا ان هو يعني كان زميلي في النادي الاسماعيلي يعني كل التوفيق ان شاء الله وكل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. سؤالنا الاخير النهارده عشان نختم النهارده بقى مش هنقول بكره، مباراه الزمالك واف سي مصر توقعاتكم للمباراه؟ ان شاء الله مكسب لنادي الزمالك يعني عشان هو شايف النهارده مباراه الاهلي. الزمالك عنده ازمه بعد اذن حضرتك في خط الوسط تحديدا طارق حامد وفرجاني ومحمد حسن انما اعتقد ان يمكن في لعيبه تقدر اكيد البديل اللي على الكوفه ان هو بيلعب اكتر من بطوله في نادي الزمالك، فاكيد ان هو مدعم برضه ان شاء الله باذن الله بلعبه مميزه. نتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه تبقى ممتعه بالنسبه للناس جمهور مصر ومكسب طبعا للزمالك بالاخص يعني ان شاء الله ان شاء الله. كابتن حسام كابتن عبد الحميد شايف المباراه ازاي؟ انا شايف ان يعني مع احترامي طبعا لاف سي مصر فرقه محترمه ولسه صاعده زي مثلا فرقه اسوان بس في فرق امكانيات يعني مع احترامي يعني لما تلاقي مثلا فرقه ماتش النهارده بتخسر الماتش اللي بعده بيبقى صعب وكمان هتلاعب نادي الزمالك نادي الزمالك باداء مش كويس قدام المقصه فيحاول يثبت للناس في ماتش يعني مش نفس المستوى بتاع اكيد طبعا يلعب بكل قوته بقى بخلاف ان في حد غايب او مش غايب لا اكيد في بدائل كتير يعني الزمالك لو ما فيش بدائل مين يبقى في بدائل تمام فان شاء الله باذن الله تبقى مباراه ممتعه يعني والاحسن ان شاء الله يفوز باذن الله. طبعا في نهايه حلقتنا النهارده انا بشكر ضيوفي الجمال اللي انا على المستوى الشخصي بكرر انا بحبهم على المستوى الشخصي حسام عبد المنعم ربنا يخليك الزحمه كابتن عبد الحميد شبان ايوه الزحمه نورتونا النهارده وشرفتوا البرنامج نورك ونشاهدين نتمنى نكون اسعدناكم وان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم مع الكوره والجماهير واحمد سعيد 12 منتصف الليل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.